وابني معه ربو كمان، ولدي هالقعدة شلون بلش يحسنونا أوضاعنا شوي. يعني احنا تقدمت دورنا هناك واجينا قلنا بنلاقي قعدة مليحة هون، بس شوفي الغبرة والوسخ. هناك أولوية بشكل عام بالنسبة للمياه، وخاصة بما يتعلق بالوضع الصحي للأطفال. وزارة المياه والري سمحت بحفر آبار، وأيضا نقوم بتزويد المياه لهذه المنطقة، وخاصة لهذا المخيم بالتحديد لليونيسيف للعناية بالأطفال. ساعات مشي بالسيارة، ما بعرف كم ثاني. كنتي خايفة رؤى؟ كبير كبير. لما بتيجي على هون شو بتسوي؟ نلعب. تلعب والمدرسات شو بيعطوك؟ طابات بنلعب فيها.